تم اليوم بمحافظة الحديدة الاحتفال بإشهار إقليم تهامة وتدشين الحملة التوعوية الموسعة بمخرجات الحوار الوطني الشامل ومزايا الأقاليم. وفي الحفل الذي نظمته محافظة الحديدة عاصمة إقليم تهامة بحضور محافظي محافظتي ريما وحجة ونائب محافظ المحويت، أشاد محافظ الحديدة المهندس أكرم عبد الله عطية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وما تمثله على صعيد معالجة كافة مشاكل وقضايا اليمن التي ارتكزت على المبادرة الخليجية المزمنة والدعم الدولي، لافتا إلى أن هذه المخرجات تمثل تطلعات كافة اليمنيين في بناء دولة مدنية حديثة يسودها الأمن والاستقرار في ظل الأقاليم ذات الصلاحيات الواسعة. من جانبه أوضح أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن إشهار إقليم تهامة يأتي ترجمة عملية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي والعالم الذي عكس توافقا غير مسبوق في تاريخ اليمن ورسمت خريطة طريق واضحة المعالم نحو الدولة المدنية الحديثة. ثمن وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة كشريك وصديق مساند ومساهم في دعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية السياسية والتي يأمل أن تتوج بنظام سياسي يسهم في بناء يمن اتحادي جديد. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بصنعاء مدير دائرة الجزيرة العربية في الخارجية الأمريكية دونالد بلوم، وفي اللقاء الذي بحث القضايا الاقتصادية وتطرق إلى الشراكة الاقتصادية في قطاع النفط بين الجانبين. أشار دونالد بلوم إلى أن الولايات المتحدة تؤكد استمرار دعمها السياسي والاقتصادي من خلال التواصل والتنسيق المباشر بين قيادة البلدين وبالتعاون مع الدول الراعية للمبادرة الخليجية.